السلام عليكم يا عيال المصريين وعيال العالم العربي والدول العربية وعلى العالم كله عام أجمع. أنا معاكم علي عفيفي، أول إنسان في مصر والعالم يطبق الشريعة الإسلامية، وأنا قطعت دي الاتنين عشان أقول لكم كنت حرامي. بقول لكم أنا ضحيت بنفسي علشان الوطن مصر وجميع الوطن وجميع الأوطان العربية وجميع العالم يعيش في استقرار. انا ضحيت بنفسي وقطعت ايديا الاتنين تحت القطار محطة متحرش قبلية في طنطا علشان كل الناس وكل البشر يعيشوا في استقرار وامان. وانا ضحيت بنفسي عشان بنات مصر ونساء مصر وعشان رجال مصر واطفال مصر وشباب مصر يعيشون في استقرار وامان وعزة وعشان الوطن. انا بخاف على الوطن، انا كنت حرامي بأذي الناس وبأذي البشر، فضحيت بنفسي عشان الآخرين الناس والبشر وكده. أنا مش عايز حاجة والله. أنا بطلب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلب معاش استثنائي من الحكومة علشان أقدر أتجوز وعشان أقدر أفتح بيت وعشان أقدر آكل عشان أقدر أصرف. أنا دلوقتي حاليا أنا بقبض 320 جنيه من الشروط الاجتماعية، 320 جنيه ما عملوش حاجة. أه والله، وانا بقيت بصلي وبقيت مواظب، يعني حاجه حلوه لله وللوطن والقبري مش للدنيا. كل في دنيا شهوات، السجاير حرام، البنجو حرام، المخدرات حرام، النسوان حرام، الحشيش حرام، البودره حرام، الرشوه حرام. يعني السيسي اللي عمله في الوزراء القدام بتوع الوزراء، وزير الزراعه كلب ابن كلب، وجميع الوزراء كلاب ولا الكلاب، ما عدا برام محلب. برام محلب راجل شريف، سيادة الرئيس الوزراء برام محلب راجل شريف وراجل مواطن وراجل مناضل وراجل كان شغال وجميع مية. سيادة الرئيس الوزراء برام محلب كان أشرف وزير مسك مصر، برام محلب كان مية مية. إنما الوزراء التانيين وزراء شوية رمامة شوية عقول. وي بصوا، أنا حاسس اللي في كارثة في مصر هتنزل قريب. انا حاسس اللي في كارثه في مصر هتحصل قريب. اه والله، لان في غلابه كتير وفي فقراء كتير، في غلابه وفقراء ومساكين. اه والله العظيم في غلابه. اسالوناني انا اقول في غلابه ولا مفيش غلابه؟ انا بقول لكم في غلابه. لازم الاهتمام بشعب مصر شويه، مفيش حد بيهتم بشعب مصر، كل مش سائل دلوقتي، وبرضك دلوقتي وسطات ومعارف كده. يعني لحد امتى يبقى في رشاوى وفي بتاع؟ انا عايز الاهتمام بالمصريين واهتم بالمصريين الشرفاء بجميع اطياف المصريين كلهم، شباب ونساء ورجال وكله تهتموا، وتهتموا بالكوريات والنجع والعزب والكفورة والناس دي والبشر، تعملوا مدارس وصرف صحي ومستشفيات وحاجات، اهتموا شويه بالجمهوريه، ب 27 محافظه ولا 30 محافظه. ها، السلام عليكم.